Hello and welcome to the news from Bahrain International. I am Mohammed Youssef. The representative of His Majesty the King for Humanitarian Work and Youth Affairs, National Security Advisor and Chairman of the Supreme Council for Youth and Sport, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, held a virtual meeting with high-achieving students from public and private schools. His Highness valued their efforts and perseverance for their sake of continuing their academic achievements and excellence during the exceptional circumstances the Kingdom is undergoing. He stated that the outstanding Bahraini students have projected a great message to all countries of the world that the Kingdom is on the right path of progress and prosperity thanks to the dedication of its students who are the assets of the future. His Highness said that the Kingdom and its leadership largely depend very much on its students for its march towards more development and progress, particularly in the economic sector, in a manner that would place it among the most advanced countries in the world. The students expressed thanks and appreciation to His Highness Sheikh Nasser for his encouragement and statements that are aimed at motivating them to continue acquiring science and knowledge, stressing their unwavering determination to continue their education so as to be able to contribute to developing the nation and the march of the Kingdom under the leadership of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa. شباب وشابات اخواني وخواتي يعني الحقيقة أنتوا أنجزتوا هذا الشيء بيمينكم وبعرق جبينكم. يعني إحنا الحقيقة نفتخر بالبحريني والبحرينية اللي ينجزون واللي يتعبون واللي ثابرون، لأن حقيقة يعني المرحلة اللي أنتوا وصلتوها كأوائل الطلبة والطالبات في مملكة البحرين، هذا الشيء يعني المفروض أن جميع البحرينيين من أبهات وأمهات يفخرون به. وأنا أحب أهني أهاليكم أولاً اللي ربوكم خير تربية وعدوكم خير إعداد أنكم أنتوا توصلون لهذه المرحلة. بس أنا عندي كأخ لكم وصايا، والوصايا اللي بقدمها لكم يعني بسيطة جداً ومبدئية وبديهية في نفس الوقت، لأن أنتوا ما تحتاجون علم من عندي، أنتوا يمكن أذكى شوي، ولكن الحقيقة يعني أنا أفتخر اليوم أني أشوف طلبة متفوقين أمامي ومتفائل، إن لأن أنا أعرف البحريني والبحرينية معدنهم من ذهب، هذه مو بس في الرياضة الذهب، الإنجاز حتى في الدراسة وفي العلوم الأخرى. ولكن كل اللي أطمح له وأتمناه منكم أن تطمحون للزود وتوصلون للعلم وتوصلون لأبعد الحدود اللي أنتوا تتمنونها. تعرفون الأحلام ترى تتحقق، أنتوا حققتوا شيء كبير، الآن أمامكم مدى العمر إن شاء الله أن أنتوا تلاحقون هذا الحلم، وأنا على يقين أنكم أنتوا راح توصلون له، لأن أنتوا الخامة والعقل اللي إحنا ندوره. لأن في دول تشكل دولها على هالواحد بالمئة ولا أقل حتى من هالناس اللي عقول ومبتكرين وناس مثقفين يبنون هذه الأمم والدول. ولكن غير طلب العلم، غير قبول التحديات، وغير النجاحات، وغير كل هذه، أرجوكم أطلبكم طلبة أن أنتوا الحين تقولون هالسؤال في راسكم: ها البحرين هذه شنو أقدر أقدم لها؟ لأن كثير من الناس يقول شنو بلادي قدمت لي. احنا نعرف ايش كثر بلادنا قدمت لنا، لكن دوركم اليوم تسألون هالسؤال: انا ايش اقدر اقدم لبلادي؟ انت اليوم ولا انت اليوم اذا طلعتوا خارج البحرين ودرستوا في الخارج وتفوقتوا كالعادة، انتوا راح تتفوقون وراح تصيرون الافضل في صفوفكم، وراح تصيرون الافضل في مكاتبكم، وتصيرون الافضل ان شاء الله في ريادة اعمالكم. بس اذا ما صب في بلادكم، أنا أعتبر هذا النجاح وهذه المسيرة يعني الحقيقة نفعت الغير، وما نفعتك وما نفعت أهلك ولا نفعت بلادك. فأرجوكم اطلبوا العلم وواصلوا على ما أنتوا عليه، لا تغيركم الدنيا، لا تغيركم هالتحديات، لا تغيركم الصعوبات اللي جايتنا أمامنا. ولازم تعرفون أن العالم ترى ما بيستسهل ولا بيصير سهل، بالعكس إنما بيزيد صعوبة والتحديات بتصير زود. لذلك نحتاجكم أنتوا تحلونها معانا كالصفوف إن شاء الله القيادية القادمة، سواء كنتوا في القطاع العام ولا القطاع الخاص ولا في
في إدارة شؤونكم الخاصة. يعني نتمنى أن أنتم تفكرون في المستقبل، تفكرون كيف أن احنا نطور بلادنا، ومعاكم إن شاء الله راح نوصل. وحطوا في بالكم أن احنا راح نتابعكم واحد واحد، وراح نسأل عنكم دائما، وإن شاء الله هذا الاجتماع اللي معاكم ما راح ينتهي، وراح نسأل عنكم وأنتم تعرفون وين أنا. وصعب أن نعرف أنتم وين بتكونون، لأن بتكونون إن شاء الله في أنحاء دول العالم، ولا منكم بيكون في البحرين، لكن تعرفون احنا وين. أي صعوبات أمامكم، أي تحديات أمامكم، ترى أنا أخوكم ومستعد أني أنا أساعد باللي أقدر عليه، إن عشان توصلون لأحلامكم وتوصلون لطموحاتكم بإذن الله، عشان نشوف البحرين بقياداتها المستقبلية، وبإذن الله معا إحنا إن شاء الله نتكاتف نبني بحرين أفضل ونبني عالم إن شاء الله أفضل. The first deputy president of the Supreme Council for Youth and Sports, president of the Bahrain Olympic Committee, and president of the Stijab Coordination Execution and Follow-up Committee, His Highness Sheikh Khaled bin Hamad Al Khalifa, chaired the committee's weekly meeting remotely. His Highness hailed the efforts of the members in following up and coordinating with all concerned government authorities and implementing plans and programs that contribute to serving the development of the youth and sports sector in the kingdom. His Highness then was briefed on the visions of resuming the sports activity season 2019 to 2020 in accordance with precautionary measures taken by the kingdom to combat the coronavirus. His Highness also discussed with the members the means of transforming clubs into companies in line with the decisions taken by the SCYS in its last meeting, chaired by the representative of His Majesty the King for Humanitarian Work and Youth Affairs, National Security Advisor and President of the SCYS, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa. His Highness urged all to double their efforts to achieve their development strategy planned by His Highness Sheikh Nasser, which guarantees the implementation of development projects that contribute to achieving further progress in the youth and sports sector. The Minister of Education, Dr. Majid Al-Naimi, has endorsed the academic results of the intermediate and secondary school students. The Minister expressed deep gratitude to His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa for supporting education, which has had the most positive effects on achieving success. The Minister also extended appreciation to His Royal Highness the Prime Minister, Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, and His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander, and First Deputy Prime Minister, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, for their generous support and continuous care for education. He congratulated the students, their parents, and teachers on the success achieved despite the challenges arising from the outbreak of the coronavirus. He praised the efforts exerted by all members of administrative and educational entities and all employees of the Ministry. The Arab Affairs Committee of the Egyptian Parliament hailed the statement of the Minister of Information, Ali Rumehi, in which he affirmed the deep-rooted relations between Bahrain and Egypt. The Undersecretary of the Arab Affairs Committee of the Egyptian Parliament affirmed the importance of the Minister's statement, adding to the Minister's affirmation that what Egypt is currently experiencing did not begin today, and that other Arab countries are also targeted. The Ministry of Health said today that the number of coronavirus cases reached 5,404 cases, with 644 recoveries, 426 registered new cases, and 4 deaths. The deceased are a 44-year-old citizen and 3 expatriates, aged 37, 44, and 58. The Ministry of Health urges everyone to adhere to the rules and follow instructions, such as washing hands with soap on a regular basis, along with avoiding shaking hands and close contact, in addition to covering the nose and mouth when sneezing, and avoid public spaces when possible.